تطورات حادث مقتل قائد قوات فاغنر. فقد قالت مصادر روسية إنه تم التعرف على جثة قائد المجموعة يفغيني بريغوجين في المشرحة من قبل أحد قادة فاغنر. وأضافت المصادر بأنه استنادا إلى العلامات غير المباشرة، فإن بريغوجين من بين الضحايا، على أن يتم تحديد الأمر بدقة عبر الفحص النووي أو الDNA. كما تم التعرف على ديمتري أوتكين مساعد بريغوجين، حيث تستمر التحقيقات الرسمية مع عدم استبعاد فرضية وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة. وأشارت المصادر إلى أن المعلومات الأولية تشير إلى أن انفجارا وقع في إحدى عجلات الطائرة في الهواء، ما أسفر عن سقوط أحد أجنحتها. أريج محمد من موسكو تنضم إلينا. روايات كثيرة لكن الغموض ما زال يلف مقتل بريغوجين، ما الجديد؟ نعم فضيلة، خصوصا وأن الجهات الرسمية الروسية أو تلك الجهات المعنية بالتحقيقات والتي أعلنت أنها حاليا تقوم بهذه التحقيقات تمتنع عن الإدلاء بأي تصريحات رسمية أو أكيدة فيما يتعلق بمجريات وتطورات عملية التحقيق التي باشرت بها وتستمر، وهو ما يفتح الباب ربما أمام كل هذه التكهنات والفرضيات التي تتكاثر حول حادث تحطم طائرة يفغيني بريغوجين. طبعا جميع هذه المعلومات والتكهنات التي حاليا تتوارد حول الحادث المذكور تتحدث عن أن الجثث والأضرار التي حلت بها نتيجة عملية تحطم الطائرة في مقاطعة تفير والأضرار الناجمة عن عملية الانفجار والنيران طبعا تدفع الجهات الطبية والشرعية التي تقوم حاليا بالعمل مع جثث الضحايا العشرة طبعا للقيام بمزيد من الاختبارات والفحوص النووية أو الوراثية أيضا باستخدام حمض الدين إيه كما ذكرتي فضيلة، وذلك على طريقة تعرف وتحديد هوية هؤلاء الضحايا طبعا إلى من يعودون. فيما يتعلق بالمصادر، هناك بالفعل مصادر تقول بأنه تم التعرف على جثة يفغيني بريغوجين ومساعده ديمتري أوتكين. هناك من يقول بأنه من السابق لأوانه الحديث عن أنه تم التأكيد على التعرف على جثتي الضحيتين المذكورتين، وأن هناك مزيدا من الوقت يستلزم استكمال هذه الفحوص والاختبارات. على طريق أيضا الفرضيات التي أدت إلى تحطم هذه الطائرة، هناك ثلاث فرضيات رسمية تتحدث عنها لجنة التحقيقات فيما يتعلق بالعامل البشري، فيما يتعلق بموضوع حدوث عطل تقني على متن الطائرة، أيضا عامل أو مؤثر خارجي يتمثل حاليا بالنسبة للجهات الرسمية ربما على وجه الخصوص بوجود عبوة ناسفة أو متفجرات تم زرعها على متن هذه الطائرة وأدت إلى الانفجار، أدت إلى التفجير وأدت إلى سقوط أحد جناحي هذه الطائرة أولا، ثم أيضا إلى طبعا ما جرى عقب ذلك من سقوط لجميع من كانوا على متنها ضحايا. التحقيقات مستمرة تقول الجهات الرسمية الروسية فضيلة، ويجب انتظار خروجها بإعلانات رسمية. شكرا لك أريج محمد في موسكو.